السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل على الحد. إليكم ملخص الحلقة التي تبدأ الحلقة. لما بنشوف ليلى متوترة وخايفة كتير وبتحس حالها عم تختنق، الشرطة بالحي بتشيل الشبي اللي قتلته ليلى لما حاول يعتدي عليها. ليلى بتقوم وبتغسل ثيابها من الدم تطلع وبتمشي كأنه ما صاير شي. بتحكي مع تالا وبتخبرها انه هي جاي على البيت. الجسي بياخدوها على تشريح ليعرفوا كيف انقتل، وبيقولن الدكتور انه مات لان عنده شريان انقطع وانه ضربت غير مباشرة. الشرطة بتحقق مع اهل الحي، والضابط بيحقق مع خالته لليلى. وبتجي ليلى وبتسأل خالته عن شو حكوا، بتقول له ولا شي خوفت وانت اجيتي. وبيحقق الضابط مع ليلى وبيسألها عن مروان يلي انقتل، ونتفاجأ انه مروان هو نفس الشاب يلي كان يحاول يعتدي على البنات ويلي قتلته ليلى. ليلى بتروح على الصيدلية، وبتجي الشرطة وبتفتش الصيدلية، وبفوت على المخزن وبيفتحوا الخزانية اللي كان فيها حبوب المخدرات، بس ما بيلاقوا شي. وبياخدوهن على المخفر ليسألوهن عن نقص الأدوية بالصيدلية. ليالي ليلى وعاطف بيتوقفوا بالمخفر بتهمة بيع الأدوية بدون راشدة. وبيجي وليد وبيطالع عاطف، بيطلع كمان عاطف بيتصل بليلى وبيطلب بيشوفها، بس ليلى بتقوله بس افضى بحكي معك. ليلى بتروح لعند وليد وبتتفاجأ وبتفرجيه حبوب المخدرات. وبتروح لعند وليد وليلى لعند عاطف على الصيدلية وبتقوله ليلى بسلمك الحبوب بس بشرط انك توقع على عقد انك مأجرني الصيدلية. وبالفعل بيوقع على العقد وبيطلع برات الصيدلية، وممنوع يفوت عليها. الضابط بيروح لبيت أهل مروان وبيطلب يشوف غرفة مروان، وبياخده اللابتوب معون وبيفتحه وبيشوفه في شيء وبينصدمه. ليالي ليلى بالحمام ويجيها اتصال من رقم غريب، ولما بيفتح الخط بيقول لها كيفك يا ليلى أنا طارق. وبتنهار ليلى، بتصير تبكي وبتنتهي أحداث الحلقة.